خلال زيارته للأردن وبحضور ممثلي الكنائس في المملكة وجموع كبيرة من الرعية السريانية وأبناء الرعاية. ترأس البطريرك مار أغناطوس إفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم القداس الإلهي الذي أقيم في كاتدرائية مار إفرام للسريان الأرثوذكس في عمان، بمشاركة المعتمد البطريركي في الأرض المقدسة المطران أنتيموس جاك يعقوب والسكرتير البطريركي المطران يوسف بالي. وفي عظة القداس ركز غبطته على التواضع الذي يعكس المحبة والشفافية، وهي واحدة من صفات والدة الإله السيدة العذراء، حاثاً المؤمنين على الالتزام بواجباتهم الدينية والتعاون لما فيه خير الرعية والأبرشية. هل لدينا الجرأة أن نقول مثل مريم العذراء أمنا: ها أنا أمة الرب ليكن لك قولك التي قالتها للملاك؟ فنقول جميعاً: نحن عبيد الرب ليكن لنا كقولك. هل لدينا تلك الجرأة؟ إن كانت لدينا فإننا سنغير حياتنا كلها، فنصبح شهود حق لرسالة الإلهية، رسالة المحبة المتجسدة، رسالة الخلاص من أجل كل العالم. وكل واحد منا أحبائي مدعو أن يكون شاهداً وشهيداً لتلك الرسالة. كانت مناسبة حتى نجتمع فيها بأبنائنا من المؤمنين من رعاية أبرشية القدس والأردن والديار المقدسة كلها. هالزيارة هي زيارة رعوية تفقدية بعد انتقال المطران الأبرشية النائب البطريرك المثلث رحمات مار جبريل دنحو دحو. فمن واجبنا كأب للكنيسة أنه يتفقد أبنائه في الأبرشية اللي ما فيها مطران عينا له معتمد بطريركي، لكن بالتأكيد لازم يتعين له مطران ثابت. فهذا كان سبب زيارتنا حتى نجتمع مع المؤمنين، خاصة مع المجالس واللجان والكهنة، نسمع منهم، نسمع آرائهم، حتى ربنا يلهمنا بالأخير نختار الشخص المناسب اللي بيقدروا يشتغلوا معه ويشتغل معهم. بحب أشكر نورسات اللي اليوم نقلت هالقداس، نورسات جوردن الأردن اللي نقلت هالقداس الإلهي وخلت المئات الآلاف من الناس تحضروا بمختلف أنحاء العالم، وبالتعاون مع سوبورو تي في أيضا كان عم ينحضر هالقداس في أماكن كثيرة. نصلي دائما لقنواتنا الفضائية المسيحية اللي عليها رسالة، إلى رسالة كتير مهمة بنشر الكلمة وبنشر الوعي المسيحي بين أبناء الكنيسة في كل مكان. وهل دور للأعلام في كنيسة اليوم مهم جدا. قبل كانت بكلمة اللسان، كلمة الفم من واحد إلى آخر، بس اليوم مع وجود التكنولوجيا والإمكانيات الموجودة اللي ربنا أوجدها لنا لازم نستعملها أيضا في نشر الكلمة وفي تقريب الناس من الكنيسة ووضعهم في الجو الكنسي اللي أحيانا كتير ما بيقدروا جسديا فيزيكلي يكونوا موجود، لكن هالوسائل التواصل بالتأكيد بتعمل عمل كتير مهم مبارك في هالناحية. ربنا يبارككم، يبارك كل العاملين بكل قنواتنا الفضائية المسيحية، وإن شاء الله دائما نقدر ننشر كلمة ربنا اللي هي كلمة محبة وسلام وخلاص لكل الناس.